انظروا، هذا مدخل أحياء دوبيغات، وهي عبارة عن تجمعات سكنية، وبجوار الأحياء تبنى ناطحات السحاب الجميلة. تبدأ أسعار الشقق هنا من 50 مليون روبية، أي ما يقارب 500 ألف دولار. سعر شقة واحدة هنا نصف مليون دولار، وبقربها توجد الأحياء الفقيرة. أجل، إنها تبعد فقط 50 متراً. انظروا، انظروا إلى هذا الجمال. أجل، أطلق النار، كن أقوى. هكذا تقتل الرجل وتفجر رأسه بهذه الطريقة. Shut. Yeah, yeah, what's up, man? This is Lil White from M-Town Breaker, representing MLC.RV. That's how we do it anytime, anywhere. That's my boy, Beat Slayer. Uwe Pat Sali Pop ko karta represent. Nak se jeete aur kabhi na kiye follow 10. Na koi label se, na koi apne level pe. Kiya khud ke dam pe, baki sab mere. رفاقي، حلقتنا عن أكثر المدن تناقضاً في العالم. لا يرى الجميع هذا أنه شيء محزن، حيث يقوم الأغنياء ببناء قصور من 40 طابقاً تحت حماية المدرعات. لا تصور، من فضلك. يوجد في مومباي أغلى منزل في العالم بأسره، وفي نفس الوقت هناك أناس يعيشون على دولارين في بيوت الصفيح. هذه شقة في دهارفي، فلنلقي نظرة في الأعلى هنا. فلنلقي نظرة. لا لا لا، ممنوع. لا. لماذا؟ لأنه ممنوع. سكان هذه الأحياء أصبحوا تقريباً أمة منفصلة. دعني أخبرك شيئاً، أنا فخور لأنني من دهارفي وولدت هنا. هكذا الحياة هنا. وبعضهم يرفضون الرحيل حتى لو استطاعوا. لنرى كيف تبدو الجنة الهندية. يأتي الجميع إلى جوا، منهم لممارسة اليوغا ومنهم للعمل. سوف نرى كيف يعيش الناس في أكثر مدن الهند اكتظاظاً بالسكان. نتجول الآن في حي دهار، في أحد أكبر الأحياء الفقيرة في آسيا كلها. اليوم سنتحدث عن أكثر مدينة متناقضة في العالم كله، مومباي. لنبدأ. يتميز الهنود بتأديتهم لحركة مميزة. سنجرب هذا. لا، فشلت. إنها هز الرأس، ولهذه الحركة معان كثيرة هنا. أجل أجل، حرر رقبتك. حسناً، سأحررها. انظروا، أحياناً تعني الحركة الموافقة، وأحياناً الرفض. وقد تعني لقد سمعتك أو افعل ما شئت، أي أنها تعبر عن معان كثيرة. غداً تعني أبداً، وخمس دقائق تعني سوف أراك اليوم أو في الغد. هكذا يقصدون. وعندما تدخل المتجر لتشتري شيئاً ولم يكن متوفراً، فسيحاولون بيعك بديلاً، ولكنه يختلف تماماً عما تريد. إن هذا عبقري بالفعل، ويقولون إنه نفس الشيء. إنهم يبيعونك شيئاً لست بحاجة إليه أبداً. أنا دوب دي من مدينة مومباي، هذه منطقتي دهارفي، ثاني أكبر عشوائيات في آسيا. ولكن الوضع هنا ليس كما تتخيلون، فكل شيء مختلف هنا. كل شيء في هذه المدينة يختلف عما تفكرون به. هيا لنبدأ. المدعو دوب دي هو مغني راب صاعد، ونحن الآن سنبدأ جولتنا بأكثر العشوائيات اكتظاظاً بالسكان في العالم، دهارفي في مومباي. هذا المكان الذي نتسكع فيه الآن كان لدي أكثر من 200 شخص في صفي. لقد سكننا هنا وهناك، وتسكعنا في هذا المبنى وفي هذا المبنى حين كان يبنى. انظروا إلى هذا المبنى. تقع دهارفي في قلب مومباي، وعلى الرغم من أن هذه الأحياء صغيرة المساحة وتبلغ كيلومترين مربعين وحسب، يعيش فيها أكثر من مليون شخص، مما يجعلها أكثر الأماكن كثافة سكانية على الكوكب. لنقارن الكثافة في حي روسينها في البرازيل 140 ألفاً، والكثافة في حي شانتشين في الصين
نحو 8600. لقد ولدت هنا. في تلك الأيام كان الوضع مختلفاً، فقد كان من الصعب جداً أن تبقى حياً. وعندما يسألك أحدهم من أين أنت؟ وعلم أنك من دهارفي، سينظر إليك بازدراء. أتفهمني؟ يظن الجميع أن سكان دهارفي سيئون، وأنهم من رجال العصابات ومجرمون أيضاً. نحن لا نقول إننا من دهارفي، نقول إننا من أحياء أخرى. كما قلت لك مسبقاً، إننا لا نقول إننا من دهارفي، سيعتقدون أننا من العصابات أو مجرمون، فنخفي هذا الأمر. تخفون مكان نشأتكم؟ نعم، نعم تماماً. ولكن أنا شخصياً فخور بأنني من دهارفي، وولدت هنا ثم بدأت في الغناء، في غناء الهيب هوب. وأنا أظن أن كل شخص يجب أن يفتخر أنه من دهارفي بالطبع، لأنها في النهاية هي المدينة التي ولدنا فيها. ماذا يحصل إن أخبرتهم أنك من دهارفي؟ من المحتمل أنك لن تحصل على عمل، ولن يعطوك أي قروض، وسكان هذه المنطقة يمنع دخولهم لبعض الأماكن الأخرى، وماكدونالدز لا توصل الطعام إلى هنا. أتصدق هذا الأمر؟ يخافون الدخول إلى هذه المنطقة. لا أحد يوصل الطلبات إلى هنا، لا أحد أبداً. وحتى في المدارس عندما تذهب فسوف يسألونك أنت من أي منطقة، وإذا علموا أنك من هنا فسوف يرفضونك بالتأكيد. سيرفضونك فقط لأنك من دهارفي. في التسعينات كان حتى المتعلمون من دهارفي لم يحصلوا على عمل، فأصبحوا سائقين، وذلك كي يكسبوا لقمة عيشهم، لأن لا أحد يرضى بتوظيفهم. وتم تجاهل شهاداتهم لأنهم من هنا، حتى إن سائقي الأجرة يترددون من توصيل أي أحد إلى هنا لأنهم خائفون ويظنون أننا سنقتلهم. هل يخافون أن تتم سرقتهم؟ ليس هذا فحسب، يظنوننا سنقتلهم، وهذا هراء، هراء بالطبع. هراء. بدأت الأحياء الفقيرة في مومباي كمناطق لسكن العمال، ومن ثم أصبح الميناء بوابة من الهند إلى أوروبا، فأتى الآلاف من القرويين إلى هنا. جميع المباني هنا عبارة عن مبان عشوائية متداخلة ببعضها، ومبنية على جبال من القمامة التي تنتجها هذه الأحياء ذاتها. يتضح بالنسبة إليكم عما نتحدث في هذا المنزل، إنه مبني فوق قاعدة من القمامة والتي تجمعت هنا عبر سنين طويلة، وعلى جبل القمامة تم بناء هذا الحي الذي ترونه الآن. انظروا. لم تمدد الكهرباء إلى كل المنازل، ولا يوجد صرف صحي هنا. في مثل هذه المساحة يعيش من 4 إلى 5 أشخاص. لا توجد مراحيض خاصة، بل هناك حمامات عامة للجميع، أي أن الجميع يستخدمون المرحاض ذاته. رفاقي، لن أصور المرحاض المحلي. لا أريدكم أن تروا في عيناي تدمعان من الرائحة. هذا رهيب بالفعل، الرائحة قوية للغاية في الداخل. إن الرائحة هنا كريهة للغاية. أجل، تخيل معي مرحاضاً عاماً ومشتركاً أيضاً للكل هنا. من الجيد أن الكاميرا لا تنقل الروائح. سمعت أنه في السابق لم يسمح للنساء بدخول هذه المراحيض خلال النهار، فهذا غير لائق البتة. أجل، حسب معتقداتهم هنا كان الجميع يدخلون إليها، ولكن لا يسمح للنساء باستعمال المرحاض مع الرجال، لذلك لا يمكن للمرأة الذهاب إلى المرحاض إلا في الليل وفي ساعة متأخرة. ولكن تغير هذا الوضع الآن. يا له من رعب هنا. كما أن هذه المراحيض منتشرة حول دهارفي وتحتاج إلى القليل من الوقت للوصول إلى هناك، لذلك ما زالت العديد من النساء يأتين في الليل. بحلول نهاية القرن العشرين حاولوا تطوير هذه الأحياء،
حتى إنهم طلبوا خطة إعادة تطوير باهظة الثمن من شركة ماكنزي. لقد قدموا عروضاً جيدة، على سبيل المثال ها هي ذي أبنية تشبه المباني العشوائية ولكنها منظمة. في الواقع من كل هذه المخططات لم تتبقى سوى هذه المباني الطبقية، حيث حاولوا نقل الناس إليها ولكن السكان رفضوا الانتقال. هذا منزلك؟ نعم. ثلاثة أشخاص هنا؟ نعم. زوجاتك لسن هنا؟ لا، في البيت الكبير. في البيت؟ هذا مؤقت، فنحن نعيش في منزل كبير، كبير كما ترى. هل تنامون ثلاثتكم هنا؟ نعم. سنتحدث عن سبب رغبة النساء في العيش في المباني بينما يفضل الرجال العشوائيات. ها هو الحمام يا رفاق، وهنا بجواره مباشرة المطبخ، وهنا أيضاً ينام ثلاثتهم على الأرض. انظروا، انظروا جيداً. نعم. ومنذ متى تعيشون هنا؟ منذ 20 عاماً. 20 عاماً؟ نعم. تعيشون هنا منذ 20 عاماً؟ نعم. وكم عدد الأفراد؟ 5. 5؟ نعم. تعيشون هنا منذ أعوام طويلة إذن، أليس كذلك؟ نعم، هذا صحيح. هكذا إذن. انظروا هنا يا رفاق، عائلة أخرى وهذا منزلهم. تطلب المرأة مني أن أصور الرجال. هذا منزلكم؟ نعم. نعم. أربعتكم هنا؟ أجل، أربعتنا. يرفض الناس أن ينتقلوا إلى المباني السكنية لأن هذه العشوائيات ليست منزلهم فقط بل مكان عملهم أيضاً، فهناك من يصنع الخبز ومن يبيع الأرز، وهناك أيضاً عدد كبير من ورشات الخياطة، وليست ورشاً صغيرة بل مصانع، ولديهم آلات حديثة جداً ومتطورة، وقد استوردوا تلك الآلات الحديثة من الصين. لا توجد طرقات في دهارفي، فهنا حرفياً يمكن أن يتحول الرصيف إلى جزء من أماكن المعيشة، ويمكن أن تتحول مساحة المعيشة إلى مكان لتجفيف الملابس كما ترون الآن، أي أنه لا يوجد تقسيم ولا يوجد أي نوع من التنظيم، فعلى اليسار وعلى اليمين تنتشر المنازل أيضاً. انظروا إلى هنا على الجانبين، وهناك يوجد السرير حيث ينام الناس، يمكن رؤيته من الشارع، وهناك من يستحم أيضاً. انظروا جيداً، الحمام هناك، وهناك العديد من مصففي الشعر وصالونات الحلاقة. هناك أعمال تجارية، فبعض الناس هنا يقومون بإعادة تدوير الجلود بالإضافة إلى البلاستيك. المكان هنا كالمصنع، إنه يشبهه تماماً. أجل. يعيش الكل مع بعضهم البعض حيث تجفف الملابس في هذه المنطقة، وهنا يصنع الناس نوعاً من الأواني الفخارية، وهناك شخص ما ينام في الشارع مع القطط. يمكننا القول إن هذه العشوائيات تشبه شقة مشتركة، شقة كبيرة وواسعة، تفتح الأبواب على مصراعيها، وهنا تغسل النساء. بالمناسبة الجميع ودودون، وأنا لم أتوقع أبداً كمية الطيبة التي يمتلكونها هنا. وهنا إحدى الأماكن المشهورة في دهارفي، هذا مصنع للوجبات الخفيفة. هنا يقدمون الوجبات الخفيفة والبطاطس، ينجزون أعمالهم باستخدام المعدات التي نراها هناك. لدينا الفول السوداني وأيضاً الفول، وهنا توجد بازلاء أو ذرة، يقومون بتحميصها أو قليها أحياناً وثم يبيعونها في جميع أنحاء مومباي. هذا ما يحدث هنا. نعم، وزعوا للجميع. بهذا الطين يصنعون الأواني الفخارية. في الواقع إنها إحدى أهم الحرف اليدوية في العشوائيات، تنتشر بكثرة هنا، كما بإمكانهم أن يعجنوا الطين في الشارع. بشكل عام تعد عشوائيات دهارفي مصنعاً ضخماً للغاية، حيث يخبزون ويصنعون الطعام لمدينة مومباي بأكملها، حيث يصنعون بعض الأواني وينسجون بالإضافة إلى عملهم بالحرف اليدوية. وبحسب رويترز يصل الدخل الاقتصادي لهذه الأحياء إلى نحو 1 مليار دولار سنوياً،
وهذا معقول بالنسبة إلى دهارفي. توجد منطقة عشوائية وهي دوبيغات، وهي عبارة عن مغسلة كبيرة مشهورة جداً. نحن ندخل إلى دوبيغات، وهي أكبر منطقة لغسيل الملابس في مومباي وربما في العالم بأسره. حي كامل يمتهن حرفة الغسيل وحسب. الفنادق والمطاعم باهظة الثمن، والشرطة والجيش يجلبون بذلاتهم وبذلات المسؤولين إلى هنا. نبدأ في السابعة وننتهي في التاسعة ليلاً. نعمل كل يوم 14 ساعة. نغسل البياضات أو الملابس من الفنادق والمستشفيات والشركات أيضاً. كما ترى، نغسل بأيدينا. يقوم شخص واحد بغسل 1000 قطعة يومياً، 3 أشخاص لكل حوض. يقومون بغسل الملابس ومن ثم تجفيفها. هذه الحمامات عبارة عن تراث عائلي. هذا النوع من الأعمال متوارث. في نفس الحمامات وبنفس الصابون يغسل السكان المحليون أنفسهم. بالمناسبة، انتبهوا، دائماً ما يغتسل الهنود في السراويل القصيرة حتى في الأماكن المغلقة. انظروا جيداً. انظر إليها، إنها جديدة. تفرك أولاً باليد. وإن كان هناك نوع من البقع الداكنة، فإنه يفرك هنا. وبالمواد تختفي هذه البقع. انظروا كيف يتم نشر الملابس. إنهم بارعون حقاً. يعتاش الناس هنا من هذه المهنة، والغرف ممتلئة كلها بالملابس، وينام الناس على الأرض. هذه هي التقاليد هنا. هذا مكان تجفيف الملابس، ظننت أنه منزله. بشكل عام من الصعب التمييز هنا بين المنازل وأماكن العمل. انظروا إلى الرجل يستحم، وهنا بجانبه الحوض الذي يغسل فيه الملابس. انظروا، انظروا إلى هذه الشقة هنا، ممتلئة بالملابس، ويجب أن نصورها. فلتنتبه، انتبه إلى المروحة. نعم، توجد هنا مروحة، انظروا إليها، يمكن أن تؤذيك. شكراً، شكراً لك على تنبيهي. شكراً، شكراً. طاولة للكي، وأفضل مكان للنوم هنا على الأرض. مع أن الصوت عال، لكن الرجل لم يستيقظ. كم ساعة تعمل؟ 14 ساعة. ومن دون أي استراحة؟ كل يوم، أعمل كل يوم. تعمل كل يوم؟ نعم. وهل المردود جيد؟ 1000 روبية أو 2000. يمكن أن يصل الدخل إلى 3000 في اليوم. يختلف الدخل يومياً، إنه ليس ثابتاً. يعتمد على نوعية الملابس إذن. ما النوعية التي يتقاضون عليها الكثير؟ 15 روبية لأغطية الأسرة. 15 للغطاء؟ والقميص بـ5، فقط 5 روبيات. غطاء السرير بـ15، والقميص بـ5، والسراويل ماذا؟ بـ5 أيضاً. والسراويل بـ5. سأوضح لكم أمراً الآن. هذه هي الشقة، هذه حجمها. تتسع لشخصين فقط، ولا يوجد شيء فيها. المدخل هو هذه الستارة، وهنا يوجد مطبخ في هذه الجهة، وهذا المكان هو مكان النوم، وهنا ركن لتعليق الملابس. انظروا إلى هنا. يعيش 3 أشخاص هنا. يعيش 3 أشخاص بغرفة بالكاد تتسع لشخص واحد فقط. هذا غريب جداً. انظروا، يوجد تلفاز هنا. لقد أحضروا تلفازاً، بالإضافة إلى عدة مطبخ أيضاً. ويوجد الكثير من الأواني هنا في هذا المطبخ. حائط الغرفة مصنوع من الألواح. انظروا، ولكن قد طلي بحرفية وأضافوا الجص. وهنا توجد مصابيح من أجل مهرجان ديوالي، صحيح؟ ديوالي هو مهرجان ضخم في الهند، هو يوم النور والمفرقعات النارية، وقد تكلمت عنه سابقاً. ما اسمك؟ ستاس، ما اسمك؟ رام. رام؟ تعيش هنا؟ نعم. وكم تجني في الشهر؟ كم المبلغ؟ نقود؟
فلتعذرني. انتظر، هل تحتاج إلى نقود؟ هل رأيتم؟ لم يفهم سؤالي، ولكنه عرض علي المال لأنه اعتقد أنني بحاجة إليه. غالباً ما يقال إن سكان الأحياء الفقيرة لصوص ولا يحبون عمل الخير، لكن أنا لم ألاحظ هذا إذ لم ألتقي بأشخاص أكثر سخاءً وكرماً منهم. إنهم طيبون، طيبون جداً. في الواقع شعور لا يصدق أن تكون في مثل هذا المكان. هناك ملابس وأقمشة معلقة في كل مكان، السراويل والقمصان والرغوة في كل مكان، لأنهم في مكان ما يغسلون ويجففون الملابس هنا. أجل، بالمناسبة هنا امرأة تغسل، رغم أن هذا نادر جداً. غرفة غسيل ضخمة، لكن في نفس الوقت يعيش الناس في غرفة الغسيل، يعيش فيها الآلاف. يوجد نقود هنا، يظنون أنها أحياء فقيرة ولكن لا، لديهم أموال. يوجد أشخاص لديهم أموال وأراض وأعمالهم الخاصة، ولا يعتمدون على أي شخص، هم فقط يفعلون ما يريدون. هناك العديد منهم هنا، إنهم يعتمدون على أنفسهم فقط. ولكن رغم كل هذا لا يخلو الأمر من الانتهاكات. إن دهارفي هي أكبر سوق سوداء في الهند. تنقسم الأحياء الفقيرة في دهارفي لمناطق تسيطر عليها المنظمات، يطلق عليها اسم العصابات، لكنهم ليسوا كذلك، إنما مجموعة من الناس يحكمهم شخص واحد. أعتقد أن للشرطة سلطة كبيرة في العشوائيات. نعم، ولكن الناس لا يلجؤون إليهم في حالات الطوارئ. من يتحكم بالعشوائيات؟ الناس يتحكمون بها. يجب أن يكون هناك قائد، صحيح؟ لابد من وجود القائد. نعم، كل مكان لديه قائد وهو يتحكم بكل شيء، وإذا حصل شيء ما يلجأ الناس إليه، وإن حدثت فوضى في الجوار تأتي الشرطة إليه أيضاً لحل المشكلات ولكي يساعدها. وكما أقول لك، الشرطة متواجدة هنا دائماً. هذا الشخص يتحكم بالمنطقة كلها، وهو يحدد الواجبات ومكان إقامة كل شخص، لأن المنازل ليست ملكاً لأحد. فإذا قررت أي عائلة الرحيل، فيجب أن تسلم المنزل للقائد، وهو يحدد من سيأخذ المنزل بعدهم. وإن كانت العائلة كبيرة، تنتقل إلى منزل أكبر يناسبها. كما ترون، فهم يعيشون هنا في مثل هذه المجتمعات، والقائد يقرر كل شيء ويتحكم بالجريمة على وجه الخصوص، فيسمح أو يمنع بيع أي شيء قانوني أو لا. ومن مهامه جمع الجزية من جميع السكان الذين يريدون القيام بعمل ما، فهو يتحكم بنواح عدة هنا، لذا يسمى بالقائد. بجانب العشوائيات بنيت المجمعات الباهظة، حيث يكلف السكن نحو 20 مليوناً للغرفة الواحدة فقط. سافر ساشا منذ سنوات من روسيا إلى الهند. هذه أنقاض مليئة بالأحياء الفقيرة، وها هم يبنون ناطحة سحاب. من سيشتري شقة بجانب هذه الأحياء؟ هنا يقومون ببناء ناطحات السحاب بجانب الأحياء الفقيرة هذه، إذ يعد هذا موقعاً جغرافياً جيداً، حيث يمكنك العيش بعزلة تامة، فكل مجمع مسور بمنطقة منفصلة. سننتقل إلى أحدها، حيث يوجد الحارس الذي مهمته إبعاد الناس عن هذه الأبنية. تحارب استمرارية الأحياء العشوائية، فيمنح سكانها السكن والتعليم والغذاء. كما أقول لك، يؤمنون لهم الشقق ويعطونهم مبلغاً من المال، لكنهم يؤجرون الشقق أو يبيعونها ويعودون إلى الأحياء الفقيرة. وهذا يعني أن العشوائيات هي أكثر من مسكن بالنسبة إليهم، وخاصة الأشخاص الفقراء الذين يحتاجون المال. هذا هو التناقض في مومباي، حيث لا يتم بناء الأبنية الفخمة بعيداً عن العشوائيات، إنما بجوارها مباشرة.
الحي الذي سوف ندخله هو الحي الإسلامي، وإذا كنت تريد أن تستأجر منزلاً هنا فيجب عليك أن تنضم إلى جمعية ملاك المنازل، ولكن البعض سوف يقوم بذلك من دون أن يكون عضواً في الجمعية حتى. هنا منزل النجم الشهير شاروخان. شاروخان هو ثامن أعلى ممثل أجراً في العالم، كما أنه شخص محبوب جداً هنا، أكثر بكثيراً من باقي النجوم. إنهم يحبونه في هذه المنطقة أكثر من جاكي شان أو أرنولد أو جوني ديب، فصوره منتشرة في كل الشوارع. وأراد شاروخان شراء منزل في منطقة وورلي. لأحدثكم عن وورلي، إن وورلي هي منطقة هندوسية، ولذلك عندما أراد الشراء لم تتم الموافقة على طلبه، لكونه مسلماً لم يسمح له بشراء هذه الفيلا. بغض النظر عن مدى شعبيته، لا يهم كم تمتلك من المال أو ما هو عملك أو مدى شهرتك حتى. يقع منزل شاروخان على شاطئ الخليج في الجزء الأكثر روعة من الحي الإسلامي. يمتلئ المكان هنا بالناس، ومن وقت لآخر يقوم المعجبون بقطع الشوارع. ثم يصعد شاروخان على هذا السياج ويقوم بالتلويح لهم. كلف منزل شاروخان 25 مليون دولار، ولكن الأكثر إثارة هو أنه بجانب هذا القصر توجد العشوائيات التي تشغل مساحة كبيرة هنا. وإذا كنتم تظنون أن هذا محض تناقض، فعليكم النظر إلى الحي المجاور. إنه أكبر تناقض في التاريخ. يوجد في مومباي أغلى منزل في العالم كله، وهو ينتمي إلى عائلة واحدة وتعيش فيه أسرة واحدة. يا رفاقي، كم تظنون عدد الغرف هنا أو كيف يبدو؟ فقط يمكنكم أن تتخيلوا معي كيف يبدو أغلى منزل في العالم بأكمله. فلتنتظروا، سأريكم المنزل 40 طابقاً تسكنه عائلة واحدة، وهي عائلة موكش. موكش أمباني أغنى رجل في آسيا. سعر هذا المنزل حوالي ملياري دولار، ومن الواضح أنه منزل مميز جداً لأن الحراسة أشد من القصر الرئاسي في دلهي. ليس حراس أمن فقط، بل يحرسه أيضاً رجال الشرطة وحتى الجيش، وبالإضافة إلى السيارات المصفحة التي تقف هنا أمام منزل أمباني. ممنوع التصوير هنا، من فضلك، من فضلك، التصوير ممنوع. هل أستطيع تصويره من الشارع؟ تريد أخذ صورة؟ لا أصور فيديو. ولكن التصوير ممنوع هنا، فلتذهب وإلا سأعتقله. سأقوم باعتقالك إن اقتربت أكثر. أحاول معرفة ما إذا كان بإمكاني التصوير من بعيد، لكن الحارس قد نادى الشرطة وأرسلوني إلى الطرف الآخر من الشارع. من المفترض أنه هناك يمكنني التصوير، ولكن أيضاً تحت الإشراف. يأتي الرجل هنا فقط كي أظهر له هويتي لأنها خدمة خاصة. بشكل عام يمنع التصوير منعاً باتاً هنا. لقد رأيتم الأمن بالقرب من هذا المنزل. تخيلوا 40 طابقاً لأجل عائلة واحدة فقط. ماذا يفعلون هناك؟ وماذا يستهلكون في كل هذا المنزل؟ حسناً، لديهم طابق للمعيشة وطابق للسينما وصالة للرياضة وطابق لحمام السباحة وطابق للضيوف وآخر للحفلات. كيف من الممكن أن تسكن عائلة واحدة فقط في 40 طابقاً؟ الشيء المضحك هو أنه بجوار المنزل هناك حي فقير. هكذا يتجسد تناقض مدينة مومباي. إنه تناقض كبير، تناقض. نعم، هنا أغلى منزل في العالم كله، وهنا، هنا الحي. يجلس الناس حفاة القدمين ويأكلون أرخص الأطعمة، ومنازلهم من دون زجاج. أليس من التناقض وجود مثل هذا المنزل الفاخر بجانبكم؟ ما رأيك؟ لا، لا يهمنا هذا البتة. هذا منزلنا منذ سنوات، منذ زمن أسلافنا، ولم يتغير شيء بالنسبة إلينا مطلقاً. هذا شيء لا يهمنا، أبداً لا يهمنا هذا الموضوع. ما رأيك بهذا المنزل؟ لا يهمني، يمكنني فعل ما أشاء. لا يهمني هذا الموضوع البتة. هل تعرفين أن هذا المنزل أغلى من كل هذا الحي؟ بالتأكيد، بالتأكيد، هذا المنزل باهظ الثمن جداً، ولدينا بجانبه أرض، وهذه الأرض لنا بالتأكيد. أحاول شراء أرضكم؟ أبداً، إنه
إنه شخص طيب جداً ولا يزعجنا أبداً ولا يتدخل بنا، وكل شخص يتعامل مع نفسه هنا. ومع ذلك فإن التناقض مذهل. منزل مكون من 40 طابقاً يساوي حوالي 2 مليار دولار، وبجواره العشوائيات ومطاعم تبيع الوجبة ب10 سنتات، ويعتاش الناس على 20 دولار، وهذا في مومباي طبيعي. أنت عشت في هذا الحي صحيح؟ لا، لقد عشت في مجمع بالقرب من الأحياء الفقيرة، لكن في الأحياء الفقيرة يعيش أناس عاديون. هناك متاجر تبيع مختلف البضائع هنا. انظروا يا أصدقائي، سائقو التاكسي يعتنون بسياراتهم هنا. انظروا إلى هذا السقف، إنه مزخرف، مزخرف بالزهور، شيء جميل جداً. انظروا ماذا وضع هنا أيضاً، انظروا جيداً. في نفس الوقت هنالك شيء غريب جداً في أرضية السيارة، ثقب تحت قدميك. هذا غريب بالفعل، أليس كذلك؟ نعم، لكن كل شيء رائع في الحقيقة. الزخرفة على الأسقف مذهلة. هذا ما يسمى الرتابة يا رفاق. بشكل عام يحب الناس في الهند تزيين السيارات كثيراً، كما أنه مصدر فخر لسائقي سيارات الأجرة. وفي دلهي هناك ريشكا لا يشتري سائقها الصحف للعملاء فقط، ويصب الشاي ويتداول العملات، بل حتى إنه ركب هاتفاً حتى يتمكن من إجراء المكالمات. وتسمى السيارات هنا بأسماء البشر. فقط انظروا إلى هذه السيارة الرائعة، إن هذه أجمل سيارة أجرة ركبتها في حياتي كلها يا أصدقائي. كل الحب لكم يا رفاقي، تحياتي من الهند. مي مي مي. وفقط في مومباي سائقو الأجرة والريشكا يعملون وفق العدادات. هذا رائع، لا أحد يشغل العداد في كل الهند. بعيداً عن مومباي، نحن الآن في العاصمة الاقتصادية للهند، حيث 30% من الناتج المحلي في مومباي. في غضون 10 سنوات ستتحول مومباي إلى دبي، فهم يحاولون تطوير كل شيء. في حال وقع حادث أو مشكلة، فصاحب السيارة الأغلى هو المحق. هذا حقيقي بالفعل؟ نعم، وإذا اصطدمت سيارتان من نفس الفئة فسيتم حل المشكلة بالشجار، ولن يحتاجوا إلى الشرطة، لن يحتاجوا إلى الشرطة أبداً. هل يتشاجرون حقاً؟ نعم بالفعل. يمكن أن يكون الهنود قاسين للغاية أثناء القيادة. وإن قرأتم رواية شانترام والتي أوصي بها بشدة، فستذكرون فصل مقتل سائق أجرة كان سبباً في وقوع حادث. القصة حقيقية. تعلمون أن الأبقار موجودة في كل مكان في الهند، إنها تتجول في المدن وتستلقي في منتصف الطريق. لكن ما قد لا تعرفونه هو أنه لديها مأوى. الأبقار في المدن الهندية ليست بلا مأوى. هذه ليست بعض الأبقار الضالة، في الواقع تنتمي هذه الأبقار إلى أشخاص محددين يعيشون هنا. بموجب القانون تحظر تربية الأبقار في المدينة. بالطبع هذه مدينة بمليون نسمة. إذن ماذا يفعل الناس؟ إنهم يطلقون الأبقار في الشارع وكأنهم لا يمتلكونها. في الوقت نفسه يعرف الجميع لمن هي هذه البقرة، وفي الصباح والمساء يحلبها المالك ويرسلها إلى الشارع. هذا هو السبب في أن الهند هي أول منتج للحليب في العالم، أكثر من الولايات المتحدة بمرتين، والتي تحتل المرتبة الثانية بالطبع. لا يأكل الهندوس لحوم البقر لأن الأبقار بالنسبة إليهم مقدسة، ويعتقدون أنها تجسيد لله. وهناك مزيج علاجي يستخدمونه كثيرا، مكون من حليب البقر والسماد والبول، يسمى بانشاغافي، وهو ما يعني حرفياً البراز المقدس بالإنجليزية. يضاف إلى مستحضرات التجميل ومعجون الأسنان والصابون، والبعض يأكلونه أيضاً. حتى إن هناك تقليداً في مهرجان ديوالي، وهو الاستلقاء تحت الأبقار لكي تدوس عليهم. أنا لا أنصح بتجربة ذلك مطلقاً. Disrespectful cause I put on the mileage. I'm for the shit, but I'm down for the challenge. Step off the scene, just to find me a balance.
ولكن هناك مكان واحد في الهند يسمح فيه بأكل لحوم البقر، ولا توجد فيه أحياء فقيرة تقريباً، وهو نظيف وبشكل عام. وللوهلة الأولى يبدو الأمر كما لو كنت في بلد آخر، وربما في عالم آخر حيث الغابات المطيرة. هذا غوا، المنتجع الهندي الرئيسي، والمنطقة هنا مقسمة إلى جزئين. أي إن كان عمرك أكثر من 40 عاماً ولديك زوجة وأطفال وكلب ولا تحب أن ترى النساء في ملابس السباحة، فأنت في جنوب غوا يا صديقي، حيث الفيلات والفنادق والهدوء والراحة، وباقي الأشخاص في الشمال حيث الشباب والحفلات والصخب. إذن من الصحيح أن نقول هيا اذهب إلى غوا وليس لجوا. هكذا بالضبط. جنوب غوا هو مكان للسياحة، حيث توجد فنادق 5 نجوم، فنادق فاخرة وأنيقة وجميلة، وعندما تكون هناك لا ترى شيئاً باستثناء الفندق. إذا كنت تريد الانغماس في الواقع في غوا، فانتقل إلى الشمال لأن هناك تحدث أكثر الحفلات غرابة، طبول وموسيقى حية وجميلة جداً. إيرينا أتت إلى غوا منذ عام مضى وبقيت هنا كالكثيرين. عندما جئت إلى الهند كرهتها ولم أحبها مطلقاً، لم يعجبني أي شيء هنا على الإطلاق لأنني كنت في الصين. هناك ناطحات سحاب، هناك نقاء وجمال لطالما اقتنيت أفخر الحقائب والأحذية. كنت مثل سيدة أعمال، يمكنك أن تقول أنني كنت شخصاً مختلفاً تماماً. ركزت على الماديات وحسب، وعندما انتزعت كل هذه الأشياء المادية مني، هذه التفاهات التي كنت مرتبطة بها، لقد علمني هذا درساً، وأصبحت غير متعلقة بالأمور المادية لأن الهند تدور حول الاهتمامات الروحية. بعد شهر بالضبط من وصولنا إلى الهند، تعرض منزلنا للسرقة بينما كنا نائمين. كان هذا ذنبنا، نحن لم نغلق الباب ولم نتوقع حدوث هذا. حصل في غوا؟ نعم، هنا في غوا. نحن لم نغلق الباب وهذا ما حصل. لقد أخذوا كل أغراضنا، جواز السفر والوثائق والهواتف، ولم يتبقى لدينا سوى ثيابنا التي كنا نائمين بها. لحظة، سرقتم وأنتم في المنزل؟ كيف ذلك؟ نعم، ونحن نائمون، نعم. سرقة المنازل في غوا شائعة للغاية في الجنوب، والمنطقة ذات المعدل الأعلى للجريمة كارناتاكا. وعندما يبدأ الموسم السياحي يأتي عدد كبير جداً من رجال ولاية كارناتاكا ويبدأون بالسرقة والتخريب. هذا العام كانوا يسرقون الدراجات ويعيدون طلاءها ويغيرون رقم المحرك ومن ثم يؤجرونها. كما حصل معك؟ نعم، بالإضافة إلى أن غوا كانت مستعمرة برتغالية حتى الستينيات، وجميع البيوت هنا عبارة عن فيلات على الطراز البرتغالي، وأسقف البيوت من الكرميت. رجال ولاية كارناتاكا نحلون للغاية، يتسلقون المنازل وينزعون كرميدها ويسرقونها مستخدمين صنارة صيد. أتصدق هذا؟ ذهبت إلى الشرطة وذهبت إلى دائرة الهجرة، وقد وقفنا أمامهم حائرين. لقد سرقنا ولا وثائق بحوزتنا، وسألونا إن كان لدينا المال لنعود إلى بلدنا، فأجبناهم بلا، فقالوا لنا ابقوا هنا وعندما يصبح لديكم المال عودوا إلى بلدكم. وكيف عشتم من دون نقود؟ كيف دفعتم الإيجار؟ صاحب المنزل كان لطيفاً للغاية، فقد انتظرنا شهرين حتى نحصل على بعض المال ونتمكن من دفع كامل الإيجار. كان يأتي إلينا ونخبره أننا لا نملكه، فيقول لا بأس الشهر القادم، وانتظرنا بصبراً حتى أصبح لدينا المال. حتى صاحب الدراجة جاء ليأخذ ماله. كان بحوزتنا 1000 روبية كسبناها بوساطة بعض الأعمال. كان بحوزتنا 1000 روبية فقط لا غير، وعندما أعطيناه النقود شعر بأننا لسنا على ما يرام. يتميز الهنود بحاسة سادسة قوية للغاية. لقد سألنا حينها إن كنا بأفضل حال، فأجبناه أننا لسنا بخير على الإطلاق، وأخبرناه بتعرضنا للسرقة، فقام بإعادة المال على الفور وقال خذوه، فأنتم بحاجة إليه أكثر، أعطوني المال عندما تستطيعون. لقد كان عطوفاً جداً علينا. نعم، يزور غوا أكثر من 3,500,000 سائح سنوياً. هذه هي الولاية الأغنى والأهم والأسرع نمواً في الهند، بمتوسط رواتب أعلى ب3 مرات تقريباً من غيرها. ساشا سميث هو إحدى أساطير غوا. سنأخذكم في جولة إلى إحدى حفلاتنا الرائعة. يعمل منسق موسيقى وينظم الحفلات السرية. تقام الحفلات
الحفلات السرية عادة تحت الأرض والمشاركون يعلمون قبل بدايتها بنحو 15 دقيقة فقط، ولذلك لا تأتي الشرطة لإلغائها. تقام في أماكن كالتلة. منذ عامين أقيمت إحدى الحفلات هناك وسرنا 40 دقيقة في الإدغال حتى وصلنا. كادت الحيوانات المفترسة أن تأكلنا. بالكاد استطعنا الوصول، ولكن استمرت الحفلة طوال الليل بجانب الجرف، وحضرها 500 شخص ورقصوا على أنغام مختلفة، وكان الجو هناك رائعاً. كانت أجمل حفلة أحضرها في حياتي، وتسمى سرية لأنهم لا يقومون بإخبارنا عن مكانها أبداً، تقام بالسر فقط. يؤثر الماضي الاستعماري على الحاضر جداً. غوا كانت كمختلف المدن في الهند، لم تكن مستعمرة بريطانية وإنما برتغالية. استمر استعمار غوا لفترة أطول من المناطق الأخرى، إذ رفض البرتغاليون الجلاء عن المنطقة حتى عام 1961، إلى أن سيطر الجيش الهندي على غوا كلها، وأجرت السلطات المحلية استفتاء هنا لتصبح غوا أصغر ولاية في الهند وأكثرها تطوراً على الإطلاق. أولاً من حيث العمارة، فالعمارة البرتغالية ما زالت مهيمنة هنا. ثانياً من حيث الدين، فغالبيتهم من الكاثوليك. تنتشر الكنائس الكاثوليكية هنا في كل قرية تقريباً، كما أن المطبخ هنا مختلف تماماً عن المطبخ الهندي، إذ يتناول السكان لحوم الأبقار، كما أن الكحول في غوا هو الأرخص في الهند كلها. كأنك في منزلك هنا، ويتملكك الشعور بالراحة والاسترخاء. أعتقد أن عقلياتنا متشابهة جداً. عشت في سريلانكا وفي تايلاند، وبمقارنة شعوبهم مع الشعب هنا، أشعر أن العقلية الهندية تعجبني أكثر، فالناس هنا ودودون ومحبوبون للغاية وجاهزون دائماً للمساعدة، وهذا يجذبني إليهم كثيراً. لديهم وشم بالهندية، انظر. نعم. كتب هنا: يكمن الجمال في عين الناظر. نعم، أو شيئاً من هذا القبيل. تربطني هذه الجملة بآسيا. نعم صحيح. يقسم الناس الذين يزورون البلاد إلى فئتين. الفئة الأولى هي التي ترى الأوساخ والنفايات والأبقار، أما الفئة الثانية فيستمتعون بمشاهدة الغروب الرائع وبالطبيعة ولطف الناس. نحن ننتمي للفئة الثانية، لذلك نحبها. الهند غنية جداً بالتناقضات، كما لو أنك ترى أكواماً كبيرة من النفايات، وعلى قمة هذه الأكوام تجد زهرة لوتس جميلة، فيجعلك هذا لا تلاحظ أكوام النفايات على الإطلاق، وإنما سوف تستمتع بعطر وجمال زهرة اللوتس التي تراها. تعالوا في أيلول، الطبيعة جميلة دائماً، والسماء والغيوم. المشهد الآن خلاب، ومنظر الغروب مهيب، إلا أن المناظر هنا في أيلول أكثر جمالاً بكثير، صدقني كما أقول. لكن خلال 4 سنوات من العيش في الهند، اضطررت لدفع ثمن تذكرة القطار لمرة واحدة، وكانت مخالفة ب500 روبية. نركب مع ساشا قطار الضواحي في مومباي، وهو أهم وسيلة نقل هنا. تقسم العربات فيه إلى 3 فئات: النسائية، هذه العربة مخصصة للنساء، كما ترون هنا صورة امرأة. هل هذه العربة للنساء فقط؟ نعم. والثانية؟ إنها الفئة الثانية وتكلفتها 10 روبيات. الازدحام شديد هنا. أما الأولى فسعر تذكرتها 100 روبية، وهي مخصصة للأثرياء. على ما يبدو فالناس يدفعون ثمن التذاكر لهذه الفئة، حيث يجري التحقق من وجود التذكرة لهذه الفئة فقط. أما الناس في فئات العربات الأخرى يركبون من دون شراء تذكرة في الغالب. ربما ستضطر إلى أن تنزل في محطة أخرى غير محطتك المنشودة، فعندما يذهب الناس إلى العمل أو يعودون منه، عادة ما يكون القطار مزدحماً. قد يحدث هذا بسبب التدافع والازدحام الشديدين.
قد تقف ملتصقاً مع المحيطين بك، وعندما تحاول الاقتراب من الأبواب لتتمكن من النزول سينطلق. تبدو عربات القطار في ساعة الذروة بهذا الشكل. يحاول الناس عندها التمسك بجوانب القطار ويصعدون إلى السطح، ولكن رغم الازدحام تبقى الأبواب مفتوحة، كما أنه حتى في العربات الفارغة يحب الهنود أن يتمسكوا بطرف القطار وأن يقفوا على الباب المفتوح أيضاً. لا أعرف لماذا. في الحقيقة أخاف من الوقوف على باب العربة. من الممكن أن أسقط في أي لحظة وأن أموت، إلا أن المحليين لا يخافون. ما هذا الجو الغريب؟ والناس أيضاً غريبون. انظروا إليه، إنه يتحدث بالجوال ولا يهمه أي شيء. إنه شيء مألوف له. هذه القطارات هي قطارات الضواحي، إلا أنه يوجد في مومباي مترو حديث أيضاً. هذا هو المترو في مومباي. الصورة هنا مختلفة بالمقارنة مع قطارات الضواحي. الأبواب مغلقة، العربات نظيفة، الجو هادئ، كما أن المكان غير مزدحم، مع أننا في ساعة الذروة تقريباً. القطارات حديثة وواسعة. شيء جميل، رائع جداً ما أراه هنا. أجل، إلا أن الأساطير هنا تنتشر حول القطارات التي تربط مومباي بالمدن. هذه هي محطة فيكتوريا، تسمى هذه المحطة حالياً تشاتراباتي شيفاجي. أتمنى أن أكون قد لفظتها جيداً. هذه هي المحطة الأكثر ازدحاماً في الهند والأكثر شهرة. صوروا هنا أحد مشاهد فيلم سلام دوغ مليونير. هل تذكرون هذا الفيلم؟ هل تتذكرون المشهد الأخير حيث يرقص الجميع؟ تقسم العربات هنا إلى فئات أيضاً. أرخصها أو الفئة المجانية في الحقيقة تدعى الفئة العمومية في المترو. سعر التذكرة في هذه العربات 10 روبيات. هل يمكنني أن أدخل؟ نعم. الكثير من الركاب هنا لم يشتروا التذاكر. يمكن لهذه العربات أن تمتلئ. لا يوجد هنا فراش، أقصد على أسرة النوم. متى ينطلق القطار؟ في التاسعة. بقيت 40 دقيقة على موعد الانطلاق. كما ترون يحاول الناس حجز أماكنهم، فبعد 30 دقيقة لن يكون هنا أي مكان لراكب إضافي مطلقاً. الركاب ملتصقون ببعضهم البعض، ولن يدخل الموظفون للتأكد من التذاكر. وهكذا يمكنك ألا تشتري التذكرة، مع أن سعرها هو 10 روبيات. مرحباً، أترون؟ انظروا، الركاب الأذكى يتمددون مباشرة، وبهذا يتأكدون من أنهم سيتمكنون من حجز أماكنهم. مرحباً. هذه هي الفئة الأغلى. في هذه الفئة يوجد سرير لكل راكب. كما ترون أسرة مع فراش مريحة. يوجد 3 مستويات من الأسرة، السفلي مع الفراش أيضاً، والأوسط يمكن فتحه، والعلوي هنا أيضاً. إنها مريحة. ميزة هذا المكان أن المدققين يدخلون إليه، وتستطيع الحفاظ على مكانك هنا، ولن يضايقك أحد أبداً. كما توجد في العربة مقابس وأزرار الإضاءة، إنها تعمل، نشغلها حين نريد. أجل، شيء جميل، شيء رائع. انظروا يا رفاق، توجد مرآة رائعة. مرحباً. ومن الأعلى مروحة بدلاً من المكيف. هذا مقبول جداً. ننتقل إلى الفئة الأعلى، حيث يتوفر هنا مكيف ولا يوجد شباك على النوافذ. سندخل إليها الآن. الأسرة هنا مفتوحة على بعضها، لكن هناك وسائل راحة أخرى. أترون؟ تتوفر هنا وسائد وأغطية، كما أن الحرارة مقبولة بفضل المكيف. الجو لطيف. الأسرة متوزعة على 3 مستويات. كما توجد ستائر هنا يمكن إزدالها للنوم، إلا أن الأهم هنا وجود المكيف. الحرارة معتدلة للغاية، وهذا مريح جداً. هذه أيضاً فئة محسنة من العربات، يتوفر فيها مكيف وبلا شباك أيضاً. الأسرة هنا موزعة بدقة، المياه متوفرة،
يمكن غلق الباب للحفاظ على البرودة ولكل سرير ستارته ليتمكن المسافر من النوم بهدوء. هذا شيء مريح أيضاً. انظر لكل سرير ستارته الخاصة. أجل، أوه ينطلق القطار. يا إلهي ماذا يحدث؟ المعذرة، دعوني أخرج. من الجيد أنهم هنا لا يغلقون الأبواب، لذلك يمكنك أن تقفز هبا في الوقت الذي تريده أنت. أجل، توجد فئة إضافية هنا، إنها ممتازة. انظروا، بمواصفات محسنة أيضاً للعربات وأماكن النوم كذلك. عادة ما تحدث مشاجرة في الفئات العمومية لأنه يمكن للناس الصعود من دون تذاكر، إذ يسافرون داخل عربات مكتظة فيتمسكون بطرف القطار وينتقلون إلى سطحه بعدها. سأحكي لك قصة حدثت معي عندما سافرت على الفئة العمومية، إذ كان هناك حادث تدافع. لقد وضعت يدي هكذا لكي لا يصيب وجهي. حصلت على التأشيرة في نيبال. كان علي أن أذهب إلى جوا، وكنا في فرنسي ولم أملك تذاكر. قال لي صديقي الذي كان يسكن في الهند وساعدنا هنا. أصدقائي، لحظة، لقد فكرت في كل شيء وخططت للرحلة. سننطلق الآن. لقد وثقنا به ووقفنا في المحطة من دون تذاكر، وعلى طرف القطار رأيت 30 شخصاً يحاولون التمسك بالأبواب واحداً تلو الآخر والصعود على القطار وهو يمشي. كان هذا أمراً طبيعياً بالنسبة إليهم. أصابتني حالة من الصدمة وقلت لأصدقائي، هل سنركب هذه العربة؟ فقالوا نعم. توقف صديقنا وأخذ يدفع الحشد بعيداً ليفسح لنا المجال ويصرخ إيرينا، أدخلي، هيا أدخلي. كان الليل قد حل، إلا أن الضوء لم يعمل. على ما يبدو كان هذا مقصوداً للتقليل من الفوضى في تلك العربة. ينتشر الركاب هنا في كل مكان، يفترشون الأرض ويمسكون برفوف الأمتعة ويقفون في الممرات والحمامات. لا يوجد أي مكان لتضع قدميك، ولكن يتمكن الركاب من انتزاع مكانهم، فإنهم يحاولون الجلوس ويرفعون أرجلهم ليركلوا بها الراكب المجاورة لكي يجلسوا. وخلال 20 دقيقة سقطت حقيبتي عني، ربما لم يلحظوا أنني امرأة. لا توجد أي نساء في العربة، لقد كنت المرأة البيضاء الوحيدة. ركلوني في كل مكان من جسدي، على كليتي وعلى بطني. كنت في حالة صدمة، تملكني الغضب وكنت في حالة هستيرية. جلست بصمت إلى أن ركلني أحد الركاب بقدميه الاثنتين، وعندما تعرضت للركل على كليتي كنت قد فقدت السيطرة على أعصابي. التفت إليه وضربته على وجهه، لقد صدم للغاية. التفت الكل إليه وحاول أن يتكلم، إلا أن كل من حوله طلبوا منه أن يصمت وقالوا، ألا ترى أنها فتاة؟ ماذا تفعل؟ اصمت، إنها فتاة بيضاء معنا. وعندما وقفت ورجوت أصدقائي لننزل، لم أستطع متابعة رحلتي. لقد كانت مدة الرحلة 24 ساعة. كانت هذه التجربة لا تنسى، وقضينا هذه الساعات 24 في وضعيات مختلفة، واقفين ومتكئين على الجدار، ولا أعلم بأي وضعية سأتابع هذه الرحلة. وقبل أن تنتهي الرحلة بدأت بالبكاء. لم تكن هذه هستيريا يا أصدقائي. لقد صمت برجولة 22 ساعة، لكنني بكيت، ربما لأنني فتاة ولم أتمالك نفسي. رآني أحد الركاب الهنود بهذه الحالة وعرض علي الجلوس مكانه، وقضيت آخر ساعتين أحاول الوصول إليه، ووقف هو الساعتين مع أنه كان قد اشترى تذكرته لكي يجلس، ولكنه سمح لي بالجلوس. تلخص هذه القصة الوضع في الهند. هل تذكرون الرجل الذي حاول تقديم الأموال لي في العشوائيات؟ لكم أن تتخيلوا أنه وفي كل احتفال تقريباً يستضيف الناس الآخرين في منازلهم ويطعمونهم، حيث يأتي الضيوف من كل الحي. يجلس الضيوف على الأرض المفروشة ويقدمون الطعام للجميع من أوان كبيرة. انظروا إلى عدد الناس في هذا الاحتفال. من الممكن أن يأتي أي شخص حتى من دون دعوة. مجرد دخوله في هذا الشارع، ها هو الطباخ يضع كل أنواع التوابل ويوزع الطعام على الأواني الكبيرة للحاضرين، في حين ترتدي السيدات أجمل ثيابهن. لا يمكن لك أن تجوع في الهند على الإطلاق أبداً. عدد كبير جداً من الأماكن والفعاليات التي يطعمون فيها الناس مجاناً. <تصفيق>
تمثل السيخية ديانة هندية استوعبت في معتقداتها كلاً من الهندوسية والإسلام. يطعم السيخ الناس جميعاً في معابدهم مجاناً، حتى إن الطعام لذيذ جداً ولا يبخلون بشيء. هذا هو أحد أكبر معابد السيخ في دلهي. يأتي الفقراء والأغنياء إلى هنا لتناول طعام الغداء، يأكل الجميع معاً جالسين على الأرض. عليك فقط أن تخلع حذاءك وأن ترتدي تنورة وعمامة. تأتي وتجلس هكذا وتأخذ صينية وضع بداخلها قطعة خبز ومختلف أصناف الحساء. هل يمكن أن أخذ الأرز؟ ها هم وضعوا لي الأرز. الطعام هنا لذيذ للغاية ومحضر من منتجات طازجة في مطابخ نظيفة للغاية بمراعاة القواعد الصحية، لذلك لا تقلقوا ولا تنسوا أن تغسلوا أيديكم. هذا لذيذ للغاية. تخيلوا فقط أنه يأتي إلى هنا كل يوم مئات أو آلاف الأشخاص، يقدم لهم الطعام هنا مجاناً. أعرف أن الطعام ليس متنوعاً جداً ربما، لكنني أريد أن أقول إن الأطباق هنا تشبه قائمة الطعام الاعتيادية في أي مطعم هندي عادي. إليكم الغداء الهندي الاعتيادي. لقد تبين أن الكثير من الأشياء في الهند التي تبدو للوهلة الأولى مخيفة ومرعبة ليست كذلك في الحقيقة. مثلاً، وبغض النظر عن قناعتنا المسبقة، فإن مستوى الجريمة في العشوائيات الهندية منخفض للغاية. في حالات السرقة، الغرباء هم الذين يسرقون، ولا يغلق السكان هنا أبوابهم أبداً. أترى الشباك على كل النوافذ؟ نعم، نعم. هذه الشباك ليست للحماية من السرقات، وإنما من الغربان والقردة والأفاعي. على الأقل للحماية من الطيور، لأننا في مركز المدينة. هناك حوادث متكررة عندما تخرج بعض الحيوانات المفترسة من الغابة في الطقس الماطر وتتجول بحثاً عن فريسة تجرها وتأكلها. هناك بالفعل حوادث كهذه. هذا أمر اعتيادي هنا ولا مشكلة للسكان به، لذلك يضعون الشباك لحماية أنفسهم كما أقول لك هكذا. بالمناسبة، تقتحم الفهود بشكل دوري الأحياء الفقيرة. انظروا كيف أمسك أحدها بكلب كان نائماً عند الباب. تأتي الحيوانات بانتظام إلى هنا. هناك العديد من الحيوانات البرية في غابات مومباي. عندما تخرج هذه الحيوانات تشارك كل الأحياء في محاولة الإمساك بها. انظروا إلى الشرطي الذي يمسك بمسدس مع طلقات منومة. مهما كانت الحيوانات البرية خطيرة، لا يقتلونها هنا وإنما يحاولون إبعادها وإعادتها للطبيعة. أعرف أن الكثير من الناس يتهمون الهنود بإحداث تلوث كبير للبيئة، لكن قولوا لي، هل تعرفون مثلاً العديد من المدن الأوروبية التي بقيت فيها الحيوانات البرية تعيش بسلام بجوارها؟ لذلك ما زال بإمكاننا النقاش عن من يحمي الطبيعة. Me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl, you moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I can slow it down, cause it's coming too fast for me. Baby, don't try, just stop it. الطقس خلال النهار حار جداً في العشوائيات، لذلك تجلس النساء بشكل منفصل إلى جانب سكة الحديد. تقوم النساء هنا بغسل الملابس وتحضير الطعام، حيث يقضين هنا معظم وقتهن اليومي خارج العشوائيات المكتظة. هكذا هي العادة هنا. في الجوار يقع مكب نفايات لا تبدو نهاية له، حيث تتغذى الخنازير السمينة فيه. أما هذه فهي طريقة تجفيف الملابس في مومباي على سكة الحديد بمساعدة القطارات العابرة من فوقها. أما عندما يأتي موسم الأمطار، فلا تتردد نساء العشوائيات في تعليق الملابس لتجف داخل العربات. مهما كانت العشوائيات مكتظة هنا، فإن
السكان لن يبنوا أبداً بيوتاً في فسحات الحي لأنها المكان المخصص للعب الكريكت. يكاد يكون هذا المكان مقدساً بالنسبة إليهم. المساحة ضخمة للغاية وقد تكفي لبناء 100 منزل آخر، لكن السكان لن يبنوها بكل الأحوال. يلعب الأطفال والكبار، إذ تعد لعبة الكريكت منتشرة جداً ومفضلة في الهند. ملعب الكريكت مقدس بالنسبة إلى الأغنياء أيضاً، ففي قلب أغلى أحياء المدينة تشارج جيت يقع أشهر ملعب غولف في الهند والمسمى أوفال ميدان. كما تعرفون فأن كلمة ميدان هي كلمة هندية تعني الملعب بلغة المراثيين، مع أن هذه الكلمة ارتبطت في القرن 21 بالأحداث في أوكرانيا. عادة ما يستعمل الناس في العشوائيات الألواح الخشبية بدلاً من عصا الكريكت، في حين يضعون أكوام الحجارة لحدود الملعب. يلعب الأطفال هنا طوال الوقت. عشوائيات دهارفي كما في الأغاني، لا يمكن حتى أن ترى الشمس. ستاس. أنا هنا. نعم. وأنا مرحبا. هنا. مرحبا صديقي. مرحبا. نعم. نعم. انظرا إلى صديقاي. سررنا برؤيتك. بالرغم من هذا يقضي الناس أحيانا وقتا ممتعا هنا. إن صديقاي كامران وسيجا هما من سيصطحباني. من الغريب جدا أنني أقابل دائما أسعد الأطفال في أكثر الأماكن العشوائية فقرا. الأطفال هنا ودودون ويركضون خلفك، يريدون التقاط صورة ويبتسمون ويلعبون في مجموعات كبيرة. قد يدفعك هذا لتشعر بأن هؤلاء الأطفال بخير. انظروا، لا يوجد أي طفل يبكي هنا. هذا رائع، رائع جدا ومذهل. هل أحببتم؟ انظروا إلى هذه الشقة تقع في قلب دهارفي. انظروا إلى الجدار، لقد غطوه بالرخام. الباب مزخرف وجميل للغاية. في الداخل غطيت الأرضيات بالبلاط. كل شيء جميل هنا. أجل، انظروا، إن الأرضية رائعة حقاً وأنيقة بالفعل. حتى أن هناك ثلاجة حديثة تحوي منتجات كثيرة. انظروا إلى هذه المرآة الجميلة هنا. لديهم تلفاز كذلك. بالطبع لا يوجد هنا أي مساحة إضافية عملياً. ممر ومطبخ صغير. هذا كل ما لديهم. لا توجد أي مساحة أخرى، أي أن الناس ينامون هنا داخل الممر. كم عدد أفراد أسرتك؟ هيا أخبروني. 5 أشخاص. 5 أشخاص يعيشون هنا. يجففون الملابس هنا على حبل مربوط بالسقف، أما الملابس الداخلية تجفف بشكل منفصل. انظروا كيف يرتبون الأشياء. من أين تحصلون على المياه؟ الماء؟ تريد أن تشرب؟ أريد أن أرى فقط. هذه من أين تحصلون عليها؟ من الأنبوب. أنبوب؟ أين؟ أريني. هناك. انظروا إلى الأنبوب هنا، وهنا أيضاً أنبوب. يعبئون المياه هنا عند المدخل ليشربوها ويحضر بها الطعام، لكن لا نعلم جودة هذه المياه وصلاحيتها. أما الآن فأريد أن أريكم مكاناً في العشوائيات لم يكن لكم أن تتوقعوا رؤيته أبداً. يجب خلع الحذاء عند الدخول. نحن هنا الآن في منزل في دهارفي. أجل، انظروا كم هو جميل. هنا مروح. يجب أخذ الحذر. الجدران مغطاة بأوراق خاصة وتلفاز كبير. جميل. زجاجات الويسكي. أتحبون الويسكي؟ بالطبع، أعمل بحاراً. حقاً؟ نعم، كلانا بحارة. تشيفاز، كابتن مورغان، كل الأنواع التي تريدها. وهل هي أصلية أم؟ بالطبع، إنها أصلية، بإمكانك التحقق. أترون قطع الرخام؟ فخمة للغاية. انظروا إلى النوافذ، كم هي جميلة. نعم، الإطلالة هي على الجدار وعلى الملابس الداخلية، لكن النافذة جميلة بالفعل. انظروا إليها، انظروا كم هي جميلة.
يوجد هنا مكيف، كل مقومات الحياة المريحة. المنازل العشوائية ذات المظهر الخارجي المخيف تكون مجهزة بشكل مقبول. اسم صاحبه برافين تشوفان، ها هو يعرض هذه الإضاءة المميزة هنا في المطبخ. أنجز كل هذا بنفسه من دون مساعدة. وصل أبي إلى مومباي عام 1947. انظر إلى هذا، لدي مرحاض هنا. برافين تشوفان يعرض بالفعل ما يدعو للفخر، مرحاض منزلي خاص استطاع وضعه في المنزل. بالطبع يجري تصريف المياه في الشارع، ولكن ما باليد حيلة. انظروا إلى هذه الثلاجة الجميلة. يعمل برافين تشوفان وابنه كبحارة. أقضي 9 أشهر في البحر. 9 أشهر. أجل 9 أشهر. و6 أشهر في المنزل. لا، شهران. شهران فقط. شهران في المنزل. كم هو راتبك؟ راتبي؟ نعم. راتبك الشهري؟ راتبي 1900 دولار. ماذا بقيت نعم هنا؟ في شهر. لماذا لم تنتقل للعيش في منطقة أخرى؟ هيا أخبرني. الآن سوف يخبرنا عن أسباب بقائه في هذه المنطقة. لأن والدي عاش هنا مع بعض أقاربنا، لذلك أحب دارافي. أحب دارافي جداً. نعم. هل تريد أن تنتقل من دهارفي أم ستبقى؟ لا، أريد البقاء هنا، لا أريد أن أنتقل. لكنها حي عشوائي. نعم، إنها أحياء عشوائية كبيرة جداً. أيعجبك هذا؟ عشوائيات كبيرة لكنها تعجبني. لماذا تعجبك هكذا؟ الثقافة هنا مميزة جداً، كل الناس والأديان هنا معاً. وصلت مع الأصدقاء إلى قلب دهارفي. الطرق هنا وكأنك تسير في متاهة. لا أعرف في الحقيقة أين أنا الآن وكيف علي العودة. أغلب الأزقة في دهارفي ضيقة للغاية، وكأنك تسير في نفق ضيق تحت الأرض. في بعض الأزقة عليك أن تسير مع المصباح. هذا ليس ممراً داخل منزل، إنه شارع، شارع عادي بين المنازل. كما ترون تفتقد هذه الشوارع للإنارة، وأشعة الشمس لا تصل إلى بعض هذه الشوارع. انظروا إلى هنا يا رفاقي، تمتد المنازل فوق بعضها. انظروا جيداً، ولا يدخلها ضوء الشمس، وهكذا يعيشون. لا أعرف أين نسير نحن الآن، ربما لا ترون على الشاشة، لكن على يميني ويساري أزقة أخرى. منذ قليل قطعت مفترق طرق ووصلت إلى هنا في كل هذه العتمة. المنطقة كلها هنا كانت تحت سيطرة العصابات التي تتقاتل فيما بينها. لم يستطع الناس من الحي المجاور دخول إلى هذا الحي، وأهالي هذا الحي لم يستطيعوا دخول مناطقهم. وحينها اضطر الناس إلى حمل الهراوات والعصي معهم أثناء سيرهم في الشوارع. أتتخيل هذا؟ لقد حملوا الأسلحة معهم في الشارع. أنا ودوب دي دي سنلتقي بالمغني الكالي راب، فقد وعدتكم أن أتحدث عن الموسيقى. الكالي هو المكان الذي أسير إليه حالياً. إنه الزقاق الضيق، هذا هو النمط الذي بنيت فيه هذه الأحياء ذات الأزقة الضيقة، والمنازل الممتدة على يمينك ويسارك والمكتظة بالسكان. السكان المستعدون لمؤازرتك دائماً، وفي نفس اللحظة يمكن أن يقتلوك. نفس الناس المستعدون لمساعدتك يقتلونك في نفس اللحظة. أتتخيل هذا الأمر؟ إنه غريب. الكالي باللغة المحلية تعني الزقاق الضيق في العشوائيات، وهؤلاء قضوا معظم حياتهم هنا. الكالي راب هي موسيقى الشارع، ولا تشبه موسيقى بوليوود أو الموسيقى الهندية أبداً.
هذا هو صوت الشارع. ولأكون أكثر دقة، هذا هو صوت العشوائيات. إن هذه الموسيقى خاصة فقط بالعشوائيات، إنها الصوت الحقيقي لها. لدينا هنا طفرة حقيقية في الكالي راب. بدأت الأحياء الفقيرة في إصدار أغانيها، حيث يحصلون على الإلهام من مغنيي الراب الآخرين ولا يخشون الفشل كما في السابق. فالكثير منهم يجنون الأموال ويحصلون على دخل جيد نوعا ما. حتى وقت قريب كان الأهالي يعارضون أن يغني أطفالهم الراب. كانوا يقولون إنك بهذا لن تكسب المال، وإنك بحاجة إلى احتراف مهنة ما أو العثور على وظيفة. لكن أدرك الناس الآن أن الأمر ليس كذلك على الإطلاق. أصبحوا يجنون المال من خلال الراب ومن خلال هذا النوع من الموسيقى. هذه الموسيقى تغنيك جيداً، هذا صحيح. نحن نسير الآن إلى المكان الذي ظهر فيه الهيب هوب الهندي، تحت هذه الشجرة. تحت الشجرة؟ نعم، هنا تحت هذه الشجرة كنا أول من بدأ الهيب هوب في دهارفي. كنا نجلس هنا لوقت طويل نكتب الكلمات ونصور. أنجزنا الكثير هنا، وكانت هذه الشجرة مكاننا الخاص في الحي. كنا نجلس تحتها دائما ونكتب أغانينا. مع أن رفاقنا يملكون ميزانية كبيرة وجمهوراً عريضاً، لكنهم يتابعون التصوير في عشوائيات دهارفي، وبعضهم يعيش هنا. عندما بدأت حركة الهيب هوب هنا، كنا قد بدأنا نلتقي في الشارع ونكتب الأغاني لبعضنا. ارتدينا سراويل واسعة كما مغني الهيب هوب، ونظر الناس إلينا ولم يعجبهم هذا. من هؤلاء الرجال في هذه الملابس؟ ماذا يتحدثون؟ لكن فيما بعد بدأوا بالتعرف علينا عندما بدأنا بالأغاني، وبعدها تغير كل شيء. نظر الأطفال إلينا واستلهموا منا. مغنو الراب الآن أكثر بكثير، كثيرون جداً. كل شيء بدأ يتغير هنا. الكثير من المراهقين أصبحوا جزءاً من ثقافة الهيب هوب المحلية. البعض الآخر يرسم أو يرقص أو يمارس الملاكمة في الحي، وهكذا أخذنا بالانتشار. أصبحنا الآن مشهورين في كل مكان، وأصبح الناس يحبوننا ويقومون بتقليدنا. حتى الأطفال الصغار بدأوا يغنون معنا هذه الأغاني التي نكتبها. بوم بوم، كيف الحال؟ هذا هو حينا ونحن هنا نغني. أنا ليتل ويت من مومباي، يمكنك أن تجدني في أي وقت. وهذا هو بيتسلي من ساك بانتاي. يي 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 تشيك تشيك با با با. Yeah, I gotta keep it trendy on my soul. I'm the most selfish person that I know. Here we go down the rabbit hole. Got a couple carrots from my neck. Self-respect is image. I'm a young OG boy. مياه هندية، مياه هندية، تعال لتذوق طعمها. مياه هندية؟ تريدون أن تقدموها لي؟ هل هذا كحول؟ مشروب كحولي؟ هذا بجوز الهند. كحول جوز الهند؟ هذا ليس كحولاً، إنه مشروب منعش. نعم، هذا المشروب مشروب منعش مشهورة به العشوائيات. نعم، إنه منعش. ومعه كحول؟ أخبرني يا أجل صديقي. معه كحول. حسناً، لا يوجد كحول. حسناً، سأفتحها. هذا ليس بيبسي. أعرف أنها ليست بيبسي. نعم نعم نعم، إنه رائع. حسناً، سنرى الآن. أوه رائع. إنه مركز جداً. نعم، هل اشرب اشرب هيا. هل نعم، أجد نعم، لديكم كأساً يا أصدقاء؟ أريد كأساً. يكفي يكفي يكفي، توقف توقف أرجوك رفاقي. هذا المشروب
كحول عشوائيات مومباي، ما اسمه؟ ما اسمه؟ تاري تاري كالي. كلا كالي. أجل. كالي 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 كالي. هذا كحول جوز الهند. إن هذا مشروب عشوائيات مومباي. نعم أجل، لكن لن أشربه. لا 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 أستطيع. لا لا لا. اشرب هذه الرائحة. لا حسناً. حسناً سوف أشرب. لا لن أشم، لقد نصحني بألا أشم أبداً. إنه لذيذ لذيذ، اشرب. أليس لذيذاً؟ أليس لذيذاً؟ طعمه أفضل من رائحته بكثير حقاً. لا 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 أريد أكثر. لا لا أرجوك اشرب المزيد. إنه حلو الطعم ومركز للغاية. لا أعرف ماذا سيحدث لي بعد هذا. هذا المشروب لتذكرني باسمه؟ هيا ذكرني أرجوك. كالي كالي. هيا ذكرني باسمه. كالي كالي. إن اسمه كالي. كالي كالي. انتبهوا لأنفسكم. اشربها كلها. كلها؟ نعم اشربها كلها حتى نفرج عنك. انهي كأسك حسنا. هيا. إنه يقول إنه علي أن أشرب الكأس كلها. هيا اشربها. وإلا لن يتركوني. انظروا كيف يشرب باستمتاع، هذا غريب. كالي كالي كالي. سوف إنها أتشجع. هيا أحسن. أخي، من الآن نحن أخوة. نحن أخوة الآن. هذا هو أشهر الشواطئ في مومباي والذي يدعى تشوباتي. في الحقيقة السباحة هنا ممنوعة لقذارة المياه. انظروا إلى هذا الشاطئ، إنه لا يشبه أي شاطئ آخر. إنه مليء بالنفايات والأوساخ كما ترون. بالطبع لا يسبح السياح هنا، كما أن المحليين والسكان الأصليين لا يسبحون هنا، إنما يأتون ليلاً لكي يقوموا بغسل أقدامهم هنا. إنه شاطئ غريب للغاية. أجل، كما رأيتم يا أصدقائي، لا توجد مساحات واسعة في العشوائيات. الكل ينام في غرفة واحدة، ولا توجد أي خصوصية للشخص، ولذلك يأتي سكان العشوائيات إلى هنا لكي يمارسوا الجنس. لذلك بعد الغروب قد ترون الكثير من الثنائيات هنا وهناك. سوف تصادفونهم حكماً. يشكل البحث عن مكان للخصوصية أحد أكثر المواضيع حساسية بالنسبة إلى سكان العشوائيات. فقط هنا يمكنكم أن تجدوا الناس يرضون رغباتهم تحت المظلات حتى بغياب المطر. انظروا إلى الثنائيات، انظروا كيف تختفي. إنها تختفي تحت الوشاح أو على الدراجة النارية. بالمناسبة يتعرض هذا الثنائي للاعتقال إذا اقتربت منهم الشرطة. التقطت صورة لشخصين أثناء ممارستهما الجنس في شوارع مومباي. توقف الثنائي عن هذا عندما اقتربت منهما دورية الشرطة. انتشر هذا الفيديو على الإنترنت. يعد هذا الرصيف البحري مقصداً أيضاً للمواعيد. إنها مارينا درايف، وهي أكثر المناطق شبهاً بأوروبا. المكان نظيف للغاية، وكأنه ليس في البلاد على الإطلاق. معظم الناس يجتمعون ويتنزهون هنا ليلاً. وهنا ترى الثنائيات في كل مكان جالسين. لا تشبه المنطقة بقية الهند أبداً، لذلك تعتقد كأنك سافرت إلى مكان آخر. السيارات هنا
لا تستعمل البوق أبداً ولا يسمح للعربات بدخولها أبداً. المكان هنا نظيف ومضاء، يعبر الناس الشارع وفق إشارة المرور، ما ينافي العادات الهندية، كل شيء على ما يرام. نعم. لا، العبور طبيعي أيضاً، توقعت أننا لسنا في الهند أبداً. يعبر الناس الشارع كما يريدون تماماً. الحمد لله، لقد توقعت أنني لست في الهند. هذه هي الإطلالة من هنا. هذه أجمل إطلالة في المدينة ليلاً وعلى الغروب أيضاً. هذه هي يا رفاق بيلبوري، إحدى أشهر الأطباق في كل مومباي، والتي يمكن شراؤها فقط على هذا الرصيف بجانب مارينا درايف. بيلبوري هو أرز أضيف إليه عصير الليمون وصلصات أخرى، كما يضيفون إليه فتات الخبز من الأعلى إلى جانب الفستق والبقوليات وأحياناً بعض الخضروات. الأكثر إثارة في كل هذا الحدث هو أنك تتناول الوجبة على الأرض. هنا يقومون بالطبع بتنظيف هذه السجادة أحياناً، لكن عمال النظافة يمشون عليهم بنفس الأقدام التي يسيرون بها حفاة، لذلك لا تتبع قواعد النظافة بشكل دقيق هنا. سوف أقوم الآن بالأكل بالملعقة. الطبق مقرمش ولذيذ. بالمناسبة، الصلصات مميزة، فمعظمها حلوة وحامضة. الطبق لذيذ. لا أعرف إلى أي درجة تمت مراعاة الشروط الصحية. هذا لذيذ. انظروا إلى الأرز هنا، كيف يذوب في هذه الصلصة، إنه لذيذ. الطبق لذيذ بالفعل، والصلصة أيضا. هذا جيد. عندما أتيت إلى الهند، اقترح أصدقائي 3 قواعد أساسية لتناول الطعام في الهند، وهي مهمة. الأولى هي غسل يديك قدر الإمكان أو استخدام معقم. هذه القاعدة مفيدة، ولا سيما في الهند لأنهم يأكلون بأيديهم. ثانياً، لا ينبغي بأي حال من الأحوال شرب الماء الموجود على الطاولات، إنه ماء للشرب لكن ليس مخصصاً للأجانب. ثالثاً، لا تأكل إلا ما يطهى أمامك على نار قوية، طعام مشوي أو على البخار أو مسلوق، بحيث تضمن خلوه من الجراثيم والبكتيريا. يستحيل أن تتسمم هنا بالطعام المطهو. بالواقع، الطعام هو دين حقيقي للهنود، لا سيما طعام الشارع. يقوم معظم الباعة هنا في هذه الأكشاك بإعداد الطعام منذ عقود، إذ توارثوا هذه المهنة من آبائهم. لذلك تجدهم يقدرون اسمهم ويقدرون زبائنهم كثيراً. الطعام دائماً طازج، واللحوم كما يقال هنا تقدم من تحت السكين، ولكن يمكن ألا تكون نظيفة، ولا اليدان أيضاً. هذا الرجل وضع صورة أبيه الذي أسس كشك بيع المثلجات هذا. منذ متى تعمل عائلتك هنا؟ منذ متى؟ منذ عام 1937. 90 عاماً؟ أقل من 90. أكثر من 80 عاماً. أجل. نعم، فهمت. نعم. فهمت. نعم. طوال هذه الأعوام الثمانين تبيع العائلة نوعين فقط من المثلجات، أحدها بطعم المانجو والآخر يدعى ماسالا بالتوابل. في الحقيقة أنا لا أحب المثلجات كثيراً، لكنني سأجربها. سأجرب هذه المثلجات التي تحضر منذ 80 عاماً بطعم المانجو. سأتذوقها. لذيذة. عجبتني.
دسمة وحلوة، لكن بالرغم من هذا لا أحب المثلجات لأنها دسمة. أجل، لا أحبها. ستجدون الكثير من هذه الأكشاك التي لها تاريخ طويل وقد تمتد لأكثر من قرن. أصحاب هذه الأكشاك يقدرون سمعتهم كثيراً، لذلك فإن الأقوال حول مخاطر الطعام الهندي ونظافته ليست مبررة دائماً. نحضر الآن حلقة خاصة عن الطعام الهندي. انظروا هناك خلف السور، تبدأ منطقة البارسي في مومباي، ومن الممنوع قطعاً دخول هذه المنطقة. البارسيون يشكلون المجتمع الأكثر غموضاً وانغلاقاً في مومباي، إذ يعيشون في مناطقهم الخاصة. إنهم أحفاد الفرس الذين فروا من أراضي إيران الحالية بسبب اضطهاد العرب. يعتنق البارسيون الديانة الأصلية لإيران الزردشتية. ترك أتباعهم أثرهم الكبير على الحياة في الهند، فأكبر شركة هندية شركة تاتا أسسها أحد أتباع هذه القومية وهو جاميش تيجدي تاتا، والملقب بأبي الصناعة الهندية، كما أن العديد من المليارديرات الهنود بارسيون أيضاً. أما أشهر بارسي فهو قائد فرقة كوين فريدي ميركوري. هذه هي حدائق مومباي المعلقة الشهيرة والتي تعد من أجمل الأماكن وأكثرها هدوءاً. يمكن أن تروا ناطحات السحاب خلف أشجار النخيل، تذكرني هذه الحديقة بسنترال بارك في نيويورك نوعاً ما بالطبع، وليس تماماً، لكن تاريخ ظهور هذا المكان صادم للغاية. ومن هنا بعد 700 متر يقع برج الصمت لأتباع الديانة الزردشتية. الزردشتيون لا يحرقون ولا يدفنون موتاهم، وإنما يتركونهم عرضة للالتهام من قبل الطيور والكلاب في أبراج صمت كهذه هنا. بعدها يلقون ما تبقى في المستنقع الذي يقع بالقرب من هنا في نفس موقع البرج. وفي القرن 19 تحولت مياه المستنقع هنا إلى مياه نتينة وذات رائحة مقرفة، لذلك قررت السلطات تجفيف المستنقع وتحويله إلى منتزه وإغلاق برج الصمت. لكن كما تعرفون فإن الزردشتيين ما زالوا يعيشون في المدينة هنا، وما زالوا يموتون أيضاً، لذلك أوجدوا أماكن أخرى لتعليق موتاهم، لأن هذه عاداتهم وتقاليدهم، لذلك لن يتخلوا عنها أبداً، لا نستطيع أن نغيرها. سننتقل الآن إلى ساشا. تقع على يسارنا ثلاث أبراج صمت في منطقة مغلقة، يعيش أتباع الديانة الزردشتية هناك، حيث يؤمنون بقدسية أربعة عناصر طبيعية مؤلفة من النار والأرض والماء والهواء كما قلت لك. لذلك لا يدفنون موتاهم ولا يحرقونهم ولا ينثرون رمادهم ولا يغرقونهم أيضاً. لكن ما الذي يفعلونه؟ سأقول لك. يضعون موتاهم فوق الأبراج لكي تأكلهم الطيور البرية. لدي صديقة استأجرت شقة بالقرب من هذه المنطقة، وفي إحدى المرات كانت تجلس على شرفتها تشرب القهوة وتدخن، وفجأة اقترب منها أحد الغربان وهو يحمل عيناً. أوه، ماذا؟ هل هذه قصة حقيقية؟ نعم، وهذا مركز المدينة. حقاً؟ يضعون أمواتهم على أسطح هذه الأبراج لتأكلهم الطيور؟ نعم، نعم. أيمكننا الصعود؟ لا، هذه منطقة محظورة، لا أحد يمكنه الصعود، لكن صديقتي تعيش هناك في شقة سعرها 40 أو 50 مليوناً، وتجلس لتشرب القهوة على شرفتها، فيأتيها الغراب بعين بشرية. تخيل أن يحصل هذا الأمر معك. هذا رهيب، رهيب جداً. هيا بنا. تستمر مكافحة الأمية منذ عقود في الهند، حيث أطلقت السلطات برامج كثيرة لزيادة عدد الأشخاص الذين يمكنهم القراءة والكتابة أيضاً. أجل، أهلاً، كيف حالك؟ هل أنت مدون؟ نعم، أنا مدون. أيمكنك أن تصورنا؟ نعم، انتظر لحظة فقط. صورة واحدة فقط. أجل، نعم، لحظة. أترون العديد من الشباب الآن يتحدثون الإنجليزية، مع أن الوضع منذ مدة كان مختلفاً تماماً. انظروا إلى قطعة النقود، إنها تنبئنا بمستوى الرياضيات هنا. نعم، الآن هذه روبيتان، والعديد من الناس هنا لا يعلمون كيف يكتب الرقم 2. تجدون على القطعة صورة يد ترفع إصبعين،
هذا مفهوم؟ بدأوا بإصدار القطع النقدية هذه عام 2007 ثم أوقفوها منذ فترة، فالسلطات الهندية تستثمر موارد ضخمة في تشييد المدارس وتغيير السلوك المنزلي للهنود، والذي قد يصدم الأجانب أحياناً. لديهم معايير للجمال، كما أن العديد من إجراءات النظافة غير منتشرة بين قسم كبير من الناس كإزالة الشعر والاستحمام، وهذا يسبب مشاكل لهم، مشاكل كبيرة. تقصد الأقدام المشعرة؟ كل شيء، الأيدي والأقدام وحتى الأظافر وكل شيء أيضا. حتى انتشار المحارم الصحية بين السيدات تطلب جهدا كبيرا وعقودا عديدة، لكن استطاع رجل بسيط اسمه صعب أورنات شالام موروغان أنتيم تغيير الواقع عبر اختراع جهاز لإنتاجها في المنزل. انظروا معي جيدا، غير هذا الاختراع الحياة في الهند حرفياً، حتى إن مجلة تايمز صنفت هذا الرجل عام 2014 ضمن 100 الأكثر تأثيراً. يعد هذا المخترع هنا بطلاً قومياً، وكانوا قد صوروا قصته في فيلم لطيف ومضحك في هوليوود اسمه بادمان، ويترجم إلى رجل المحارم الصحية. في أمريكا لديهم سوبرمان ولديهم أيضاً سبايدرمان، أما في الهند فلديهم رجل المحارم الصحية. يوجد في مومباي شارع الأضواء الحمر الخاصة بهم، حيث تجد ما يسليك بعشر روبيات. عشر روبيات؟ رخيص جداً. لأن أغلب الفتيات هناك مصابات بالسيفلس. ماذا تقول؟ نعم، هن يحتضرن تقريباً ويستغلهن الرجال، لذلك يكلف الوقت معهن 10 روبيات، وليس لساعة فقط وإنما للمدة التي تريدها حتى ب10 روبيات. يعد مقام الحاج علي في الهند أحد أكثر أماكن الحج أهمية للمسلمين هنا. يقع المقام والمسجد على جزيرة صغيرة يمكن الوصول إليها مشياً في وقت الجزر فقط. يعد الحاج علي أحد أهم فقهاء الإسلام في الهند، توفي في مومباي في القرن 15. اسمه الكامل الحاج علي شاه البخاري. الحاج علي شاه البخاري لعبت بخارى وسمرقند أي أوزبكستان اليوم دوراً كبيراً جداً في الترويج للأفكار الإسلامية هنا في دولة الهند. ليس فقط الأفكار الإسلامية، مثلاً الأرز المقلي مع الخضار، هذا طعام هندي يسمى بلاو أو بلوف بالأوزبكية. كذلك يطلق على لحم الضان اسمه غوشت، تماماً كما يسمى طبق تندور غوشت، في حين تسمى مثلثات العجين المقلية والمحشية بالبطاطا وبالتوابل في الهند سامبوسا مثل سامسا. بالمناسبة عليكم مشاهدة حلقتنا التي تدور حول المطبخ الأوزبكي. لا أعرف هل كان علي الموافقة على هذا أم لا، أم كان علي الرفض. إنه يدخلها في أذني، يحاول إخراج شيء من هناك. هذه إحدى طرق الخداع الشهيرة في الهند. يقترب منكم بعض الشباب ويقترحون عليكم تنظيف أذنيكم. لدى الشباب عيدان كعيدان تنظيف الأسنان. هؤلاء الشباب في كل مكان هنا. كن حذراً يا صديقي، يقتربون ويقولون دعنا ننظف أذنيك. الفكرة أن الهنود يحبون النظافة جداً على الرغم من الانطباع الذي قد تأخذه عنهم، ولذلك يحاول هؤلاء الشباب إقناع الهنود القادمين من القرى أن آذانهم قذرة جداً. اللعنة، ما هذا؟ علي أن أذهب بعد هذا إلى طبيب. لا بد من طبيب. ها قد أخرج شيئاً من أذني. نعم، هذا يكفي. يكفي أرجوك. يقوم الشباب بوضع شيء في أذن الزبون بأداة ما، وبعدها يسحبون هذا الشيء ويقنعونك بدفع المزيد من الأموال، لأنه يجب تنظيف الأذن بشكل جيد. لقد قرر صديقي فاسا تجريب هذا. مرحباً. هل يقوم بتدليك أذنك؟ مريح؟ لا أعرف، الشعور غريب جداً. الشعور لطيف فقط إن لم تشاهد ما يقوم بفعله بأذنيك. إنه يرخي الجسد كثيراً.
المشكلة أننا في منطقة مليئة بالنفايات، والشاب قذر أيضاً. عليك أن تنظف نفسك بعد هذه العملية. لا أريد إخافتك، لكن أظافره مليئة بالأوساخ. لا يريد أن أصوره كي لا أسجل كيف يقوم بحشر الأوساخ. لاحقاً ثم يخرجها. يقوم بالأمر بخفة كبيرة ومذهلة. لقد أتى اختصاصي آخر وفتحوا عيادتهم الخاصة هنا. عدد كبير من الأطباء وكأنهم في عيادة أذن على مكب نفايات. انظروا، أتى الطبيب الثالث، وضع المصباح في فمه ويتابع عمله في الأذن لإخراج أنواع غريبة من الأوساخ. انظروا إلى هذا، إنه شيء لا يصدق. ربما بعد هذا لن يستطيع فاسا أن يسمع. يعرض هؤلاء الأطباء دفاتر مليئة بتعليقات إيجابية. جزء كبير من الزبائن أجانب. لكن لو سمحتم لا توافقوا على هذا. هذا خداع واحتيال. اضطر فاسا في النهاية إلى الذهاب إلى طبيب أذن. أصدقائي، الحديث عن الهندي لا ينتهي. بقيت لدي الكثير من اللقطات التي سأعرضها. على سبيل المثال، كيف يبحثون عن الذهب هنا في نهر الغانج. ترجمة اسم هذه المدينة هي بوابة إلى الله. يأتي العديد من الهنود إلى هنا لرمي رماد قريبهم المتوفى والذي تم حرقه بالفعل في النهر. وبناء على ذلك يحاول كل هؤلاء الأشخاص معرفة ما إذا كان هناك أي خاتم ذهبي أو أقراط أو شيء في رماد المتوفي. إنهم يستغرقون وقتا في هذا. انظروا، كل هذه التماثيل هي أيضاً لآلهة مدفونة في نهر الغانج. عندما ينكسر تمثال في معبد أو يظهر خدش ما، فيعد هذا الإله كما لو أنه مات ويجب أن يدفن في نهر الغانج. كيف يحتفظ الهنود بأسماء أجدادهم جميعاً؟ يحفظونها هنا في كتب ضخمة كهذه، في أرشيف خاص، حيث يمكنك أن تأتي وتكتشف اسم جد جد جدك، من هم أولاده وأين جميع أقاربك؟ الكتاب ثقيل للغاية. هل يمكنك العودة للخلف قليلاً؟ نعم، ثقيل جداً. انظروا، المعلومات هنا منذ 200 عام تقريباً. تفهم؟ أنت تسير وتأخذ معك نفسك أينما حللت، تأخذ مخاوفك وقلقك أيضاً. إن كنت تحب نفسك فالعالم أيضاً سيحبك، لأن العالم هو مرآتك بالفعل. أنت هو العالم، أنت هو مرآة نفسك. نعم، أنت هو مرآة نفسك.